رجعنا مع عبدالي رجعنا مع عبدالي شويتاي متوق قبل مستقبلوا ضيافنا متاع توا. نحب نقولكم كان تحبوا تربحوا كرهبة تحفونة ودلولة كرهبة تربحها بميساج أكاو تبعث معناها ميساج تربح كرهبة. تحب تربح كرهبة أبعث حرف آ على 85-899 نجم تربح كرهبة يونداي. الكرهبة هذية برشا قالوا لي وقتاش تخرج نذكركم أبعثوا بزايد مساجات على خاطرها من هنا لشهر آخر ماكسيموم تخرج وقل من شهر باش تخرج الكرهبة هذية. دونك الرابح اللي فيكم حتى ينجم يبعث آخر واحد هو يربح ما فماش حظوظ للناس الكل. تبعث مساجات كما تنجم تبعث برشا برشا مساجات باش توفر حظوظك وتربح معانا كرهبة يونداي توت أوبسيون كرهبة طيارة 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 برشا. سلا مبروك وجيو تهزوها من هنا نعطيك المفتاح انا بيدي هز كرهبتك وقطع. توا باش نستقبلوا مع بعضنا ان جروب نتاع سينما ومخرج وممثلين بطريقه كباري باند. اذا عزيزي المشاهد عزيزي المستمع نستقبل وياكم بكل اعتزاز الند والسوبر ستار هو فنان ذو نظره ثاقبه وبصمه واثقه الينا واليكم يوسف شهيد تونس وسبيلبرغ العرب المخرج الهوليودي عبد الحميد بوشناق طبعا مصحوبا ببطلي الفيلم الحدث فيلم النشره الينا واليكم جواهر السيما التونسيه نجمي 2019 عزيز الجبالي وياسمين الدماسي. مرحبا بكم مرحبا بأبطال فيلم الدشرة أبطال والمخرج معناه المخرج أشكو المخرج متاع فيلم يتسمى بطل الفيلم ولا هو بطل. الفيلم هو البطل متاع كل شيء هو بطل المخرج فوالا بلاش دشرة ما فماش أنا دونك سي غراس الدشرة اللي احنا تعرفنا تو بالكدا دونك هو البطل الفيلم هو عبد الحميد بوشناق. انت الساعة اللقب نتاعك يذكرني بفنان معروف ابو اي جاب حذانا انجن انجن انديكوفيرت اكتشفناه هنا ويعزف على العود شويه وصوته هكا اعطيته فرصته اعطيته فرصته والحقيقه ما خيبنيش يعني عندي كون استنى نتذكر اسمه يشبه لي شويه لطفي بوشناق اكزاكتومون لطفي لوجور لطفي بوشناق تسمع بيه والله نسمع بيه انا عندي علاقه قرابه ونحاول ديما نشجعه تعرفوا بيرسونيلمون نعرفوا في بدايته نعرفوه قوليش من الناس اللي شجعوه من الناس اللي وقفوا معاه وعاونتوا في برشا حاجات راهو كانت الناس رافضه الصوت نتاعو لكن انا كلمتك داير قلت لك بربي لطفي جيبه على خاطري نظر الكواليس ما نحبش نحكيهم قلت لي بربي يعطيه فرصته راهو ولا اي هاوكا يجرب هاوكا مش سهله راهو اي وصفا توا مش سهله فما مغنيين كاسحين معاه في تعرف لك مش جميل ولا سافا 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 يعني تحسوا حتى كي ولا يراني ولا يضحك قبل كانش باهي سامحني هو ما كانش يضحك باهي باش نسكي سؤال بالحق معنا شنو هي قرابتك به لطفي بوشناق هو بو خويا بو خوك ومن فرد الام من فرد الام او بلوس دونك لطفي بوشناق بوك اكزاكتومون اسمعني دونك معناها انت استنى معناها انت عبد الحميد بوشناق ولد لطفي بوشناق لا انا اكثر حاجه تعجبني فيك هي سرعه البديهه سرعه البديهه فريمون تبارك الله عليك انا اللي ما نحبوش يتقال يقول لك جايبين ولد بوشناق مانيش جايب ولد بوشناق احنا جبناك خاطر مخرج عندك فيلم نجح ان نيفو انترناسيونال وخرج في تونس هذا اللي جبناك عليه اكزاكتومون ميرسي عايشك وراو انا باش نبدا الناس خاطر فما ناس باش نقول كلمته هو تصطاد في المياه العكره كما يقولها هو المياه العكره فما برشا ناس تسخاني زعما انا نستعار وانا ما عينيش بالعكس حاجه راهي شرف لي هي ما عندك اللي جابت روحك من اسم بوك شوي اي بالطبيعه على خاطر راهو مش كيما تعمل اسمك وحدك كيما تعمل اسمك على غراس اسم بوك ولا او برشا سامحني مع احترامي اليوم لاصقين كي البرغوث في بياتهم انا ما نحبش نكون هكاكا وكهو فهمني وانا ما اعرفكش على شكون تحكي ليه مش انا نحكي في العالم صحيح فما ناس في العالم هو دو فينومين يصير يا يلصق كي البرغوثة كيبو في بو يا ينكر
علاقته الفنية أبوه مش الأبوية معناه سو ديستانغ لو ماكسيموم. أي هذيك أصعب حاجة راهو خاطر كيبدا أبوك ناجح بالكدا ديما الناس يعملوا كومباريزون ديما يقارنوك بيه خاصة كي تدخل في نفس الميدان. كان أنا جيت نغني عمري ما نجم نكون نغني كفلوس في بوشناق امبوسيبل فهمتني راهي ساعة دوبل ترونشون تنجم تضرك وتنجم تعاونك زادة يعني نقول أنا كان لازمني نعمل خير منه ولا كيف فهمت في ميداني بيان سور فهمت به توا معناها بالرغم اللي انت جون اي لك اليوم تلقى روحك عندك ان لون ميتراج وعندك ديكور ميتراج اي وعندك حاجات تعدي في التلفزه وانت ضربت من الاول على النت على الانترنت اي عملت سيري اسمها ححانه اي بالضاء اي صحيح ولا اي اي بديت بحاجه معناها ضربت ياسر اللي جو الكل تفرجتوا فيها الححانة بتاع نجحت لكن كي ترجمتها هي. بلغة تلفزية تنحاتك القبيحة منها بتاع الشارع تنحت القبيحة تنحى برشا دم والعنف اللي كان فيها تنحى ما نجحتش لا مش ما نجحتش راهو هو راهو الناس بيبليك الويب مغاير تماما بيبليك التلفزة في التلفزة ظهرت ياسر ديكالي الناس ما فهموش من الأول في السيزون الأولانية خاصة لكن في اليوتيوب توا يعني عملت الدوب اللي عملته السنوات اللي فاتت في 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 في, في العام الأخرين يعني الناس بشوية بشوية سي مون ديكالي راهو ما سي دي بيرسوناج ما يتكلموش وإحنا في التلفزة مش مستنسيب النوعية هذيك نتاع الميزون سين والواحد لكن حبيتها كانت ترجع للتلفزة بنفس الطريقة نتاع الويب تنجمش. ما تنجمش ما تنجمش على خاطرها عنيفة أولا وخاطر الكلام كلام يظهر كلام زيد لكن للناس اللي تفرجت في الانترنت رأى فما برشا تلميح في الـ في الـ وقت اللي تعديت في التلفزة وفما بكو دو كلان دوي على السيزون الأولانية يفهموا يعني فما برشا إيحاءات وحتى في أغنية جينيريك أغنية جينيريك تقول يا طول عمركم تعيشوا هذوكم يعني فهمتك به نرجع توا للفيلم هاي. كنت تقدم لي ليزاكتور متاعك وعلاش اخترتهم؟ باهي وشكونهم؟ عزيز جبالي وياسمين ديميسي، ياسمين ديميسي هي الشخصية الرئيسية نتاع الفيلم وعزيز هما سان تريو في عزيز جبالي بلاس لطنية وياسمين. ياسمين اللي ولات ستار سيغتمون. هما زوز على تو سي لا ما ياسمين قبل ديجا بال جيت عندك هنا جيت لهنا وعديناك خاطر عام بالضبط يظهر لي وقتها مزنا كي كملنا صورنا الفيلم عملناه جيت وحكينا كيفاش انت دوبلاج دوبلاج دوبلاجك الصوت اللي نجح لك برشا انت خدم معايا في كور ميتراج بونبون خدم معايا في هذوكم وخدم معايا في الفيلم خدم معايا في المسرح اي خاطرك اللي قلت له انت بتاعك اللي بابا وهو راهو زاد علمني كيفاش نمشي لا خدمت فيلم نجيب القاضي روغاردو ما خدمت في روغاردو ما معناها سنين الحمد لله معناها من بونبون الفون دي نور اللي عملت فيها امتي رول روغاردو ما الدشره معناها فما ليفولوسيون بشويه بشويه معناها قاعد نخدم فما حركه موجود في تشد في اكبر المسرح اللي هو ماشي بطبيعته عندي لابيس نتاعي اللي معناها نحن وفيت الجروب هذايا معناها عرفنا بعضنا من المسرح من التياتر وتوفيق الجروب هذايا مش مع عبد الحميد نحن الجروب انا وياسمين عبد الحميد هيل عايد عرفنا بعضنا في تياترو توفيق شبالي تياترو ستوديو من غاديكا معناها مثلا في جيت تفرجت فيها أي. مثلا في الخلوة مع بعضنا تجيت تفرجت فيها دوك من غادي صارت كيفاش عرفنا بعضنا ومن غاديكا نخدموا بريس كل شيء مع بعضنا يعني أعمالنا المسرحية السينما في التلفزة كلها نخدم مع بعضنا سي ان جروب هوموجين عندنا ياسر كونفيونس في بعضنا ونخدم برشا محبة سي سا ليسونسييل معناها دوك معناها حتى كي يبدا عبد اخر عنده خدمة في حاجة اخرى الناس كل تركز وقتها في الخدمة هذيك معناها دوك اون ترافاي اون ايكيب هذاك هو اللي يعمل اون فيت لو سوكسي اللي توا ماشيين فيه معناها الفيلم بوشناق تشوفوا البوندانونس باش نعرفوا علاش نحكيو من بعد نرجعوا البوندانونس لازمني نكمل لونكيت اللي وعدتك بيها ونكتب الارتيكل اللي جيت على خاطره صافا مدام دونك ça sera une enquête sous forme de reportage filmé مثبتة يا بنتي مانيش الخلوة ذي بليل قلت لك غدوة صباح نمشي نصور هاي بس ثبت ثبت وين راهي في ساعة
نزلت تشوفك المرأة اللي لابسة بالأكحل. احكي لي شنو اللي تشوف؟ أوبانيه اللي السحر معترف به برشا ديانات وبرشا ثقافات والسحر موجود في القرآن. ربي يستر. نهار جاو يلقاوها مذبوحة وهي يديها وساقيها مسلسلين وكل ما يغرزولها قلع الغرز. سحارة ولا ما هي السحارة؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض وفي السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض وفي السماء. بسم الله. تفرجوا فما حاجة صارت. نحن نتفرجوا في البوندانونس صارت في استوديو البنات وخايفين ولا يعيطوا. بوندانونس برك معناها أول مرة ديجا فيلم أورور تونسي. واللي عجبني في الفيلم أورور تونسي هذايا مس برشا في العالم في الفيستيفال وعجب برشا برشا. تخدم بطريقة زادة ذكية وبطريقة البروجي بلير ويتش في الفكرة يشبه هي شوية خاطر سحر وفي غابة لكن طريقة يعني avec peu de moyens avec une petite équipe avec des gens pas connus exactement paranormal activity كجو هذاك معناها ال en modèle de production oui اي نحكي en modèle de production باش نحكي سيناريو اي سي فري اي اي فوالا فيلم انتشر لبرا وتعرف لبرا ويوغا دي سورتي اون سال حتى في كوريا عندنا في كوريا في سنغافور عندنا سورتي اون سال في الهند سي تري رار وين فيلم يمشي على خاطر الفيلم يرسبكت القواعد نتاع كتابه الفيلم رعب لكن فيلم تونسي 100% يعني هما اي هما اكتشفوا ان حتى خاطر اغزر سا سيغا غيان باش نعاود نعمل فيلم عملوه هما يعني باش نحكي على جنون ولا باش نحكي على الاكزورسيزم يعني عملوه ايزون لي مويان وبدعوا به هما عملوا حاجات ولا باش نحكي على لي فامبير وما عندناش في ثقافتنا دونك انا لازمني نحكي على قصه ما يعرفوهاش لازمهم هما زاد كي يتفرجوا فيلم يكتشفوا حاجات عنا وما فماش اكثر حاجه تخوفني انا هما الحاجات اللي بالحق يعني اللي مات والجنون والليزيسبري أنا ما نمنش بهم ياسر لكن السحر يخوفني شنو ينجم عبد يعمل باسم السحر شنو ينجم إنسان يخلط يعمل باش يخرج كنز ويقتل وليد صغير هذا يخوفني العبد يخوفني اللي هو موجود اللي هو موجود وهو الفيلم اي التو موجود اي والفيلم مستوحى من برشا احداث واقعيه بالحق يعني فما برشا حاجات صارت موجوده بالرسمي وهذاك اللي يرعبني انا في الدنيا على خاطر فماش حاجه تخوف اكثر من العبد اللي عايش باش تاقل الفيلم الاخر وقت ما عندوش فلوس الاخر وقت ما عندوش فلوس اي وحتى بعد ما كملنا الفيلم الجمعة ظهر لي قبل ما تصور فيلم دوروا ما عنديش حتى فرنكا اي ما عنديش هي مش نورمال اي اما انا برك نعرف راهو الممثلين يعرفوا لكن ما عندهمش لي ديتاي نتاع شو معناها ما عنديش فلوس ما عاونكش بوك لبس عليه لطفي امورو هانيه معناها اي هو لبس عليه لكن هو اذكى ياسر من الحكايه هذه على خاطر كان مش والدي يعاونني اشك فور انا عندي 6 افلام انا تو فهمت انا عندي برشا في السينما أي. اما ذا اول فيلم عملته انا بفلوسك بفلوس وهو لازم هو راهو كان ينجم يعاونني لكن ما عاونيش على خاطر لازمني نعمل تجربة هذه وعلى خاطر اولا هذه سيمي شوا اختياراتي انا حبيت جو ريسك كل شيء اللي عندي حطيته وبعته باش نعمل فيلم تاعي باش نختل حلمتي وحدي مش حلمته هو وهو يفرح كان انا نحققها وحدي زاد يسخاف ياخ كان هو كان ما يعاونيش وانا ننجح مش كيف ما يعاونك ويقولوا بها بعت كرهبتك بعت من الحاجات اللي بعتهم اي من الحاجات اللي بعتهم بعت كرهبتي بعت حاجات هو التوم في بلوش انا بعتهم مثلا فهمت لكن اغزر استنى شنو في بلوش باش تقولوا بيع لك التابلوات نتاعك لا ها ها حاجات كيما كاميرا عندي تابلو غاليين برشا بوكا اي وتصورني نمشي نهار بالتابلو هذاك نعرف عليك ما لاش بعت لا لا ها بعت حاجات اللي هما نجموا يخلصوا لي بعت له اغنيات بخبيهم باش يدور يلقى مثلا محمد جبالي يغني له في غنيه واش خاص كان جا يتباعوا الاغنيات هكاك تو اغنيتي تعداهم ياخذ حتى فرانك باهي شنو كيفاش كانت التجربه فيلم صعيب تحسوا ماهوش خلينا نعطيو الكلمه للفتاة فيلم صعيب وهي على الاخر احنا ديما يسالوني خفت ولا هو الرول انت في السينما وي هو الرول وي دونك نقولوا انا مت بالخوف على البروجي معناها كنا خايفين على البروجي عبد الحميد لا ريوسي انه عدنا الحلم نتاعو دونك ولات عندنا الناس الكل اون افولو ريوسيغ معناتها
وكل شيء كان جديد، حتى طريقة الديالوج كيفاش، حتى ليكيب تكنيك مش مستنسين، يقولنا راهو شبه الدوكيومونتير، مش في حوار نتاع كي مستنسين في الأفلام هكا. دونك الناس كل هكا منتم من الأول بالبروجي ولا ظهر لكم حاجة تجربة؟ انا من خاطر نعرف عبد الحميد وعندي ثقه فيه، معناها ما جمسي ميم با بوزي لا كيستيون ماتا اسكو سي ان بروجي فما ريسك ولا ما معناتها معاك و اون ديفندرا لو تروك جوسكو بو كهاو. يمكن انا نقول احلى حاجه صارت يمكن هي حاجه خايبه من في وسط الحكايه تحسها بيه، هو لو مونك دو مويان، هذاك خليك عندك ريسبونسابيلتي حتى انت اوتونك اكتور باش تعطي، لازمك تكون دون ان نيفو محترم ياسر في الاكتين، معناها لازمك الفيلم تعطيه قد الريسك اللي فيه، معناها ما عندكش الحق باش تغلط. وذا عبد الحميد يقولوا لك حتى في عينيه، مش خاطر مش قاعد يقول لنا، مش قاعد يعدينا في البريسيون، مترا في عينيه امون راني حاط فيكم كل شيء لازمكم تعطيوا الماكسيم، فوالا سي ان تشالنج بكله، معناها بالليكيب بعبد الحميد بينا نحن لي زاكتور، هذا اول فريمون ان رول اللي باش توري دو كوا توي كابابل. دونك جونغ الكلنا كل واحد يضرب على ضربه، مي اون فيت الكلنا نضربوا على الفيلم، معناها الكلنا نحبوا الفيلم ينجح، اي سي سكي في الادرينالين اللي تطلع كل ما عندك سيكونس نحب نقد انت في الفيلم مالغري طول سي ان فيلم رعب سي ان فيلم نوار وعندك ان تي هكا كوتي ضامر ايموري، انت عامل ديجا وان مان شو؟ اي عندي مونودرام اسمه هربة ديجا قاعد نعرض فيه وكل ما من عم ناول اي ما موجود لا سمباتي. وعبد الحميد من الاول قال لي جو انستالي لو ميك سمباتيك في وسط الجروب على سيدا لا سمباتي مع الرعب، على خاطر pour alléger le film surtout la tension ou la pression اللي موجوده في وسط الفيلم، تحس فما هكا حاجه تقلق في وسط الفيلم، حتى الموند بكله نتاعو قلق، كانت معناها مهم ياسر ان فما توش نتاع ضمار في الفيلم باش ترتح الببليك، باش كي يبدا يتفرج يضحك من بعد يتفجع يرجع، فما دي زيموسيون تتقلب وترجع معناها في وسط والبيرسوناج، معناها مهم برشا على خاطر اون فيت نحن في خيط صغير ما بينات ان نتيحوا في الريديكول تاع نضحكوا ونفدلكوا على الرعب، بانه فما رعب وفما توج دو سمباتي. دونك كان عبد الحميد يقول لي رد بالك معناها في الدوزاج نتاع الضمار، معناها ما نحبش زاد فما كان ضحك فما دوزاج فما قتلت لازمك تتقلق توا باش نبدا نطيح في الدوسيات الصحاح. لقب تاعك شنو؟ جبالي. وجبالي بتاع المسرح توفيق الجبالي وما ادراك لو جراند كوميدي، شو يقرب لك؟ عمك. معناها النجم نقولوا بروجي فيه ليجان نتاع دي جران متر دولار، فما ليجان نتاع لطفي بوشناق فما لي جان نتاع وانت لي جان التنسيق هي لا جوست دو تالون من عند ربي، هي لي جان التنسيق باش نقول لك علاش لي جان التنسيق، هي صغير تنعرفوا بعض علاش لي جان التنسيق، خطف لي جان تاع لطفي بوشناق لي جان تاع توفيق الجبالي اللي تحيه خاصه ليه، انا تربيت عنده من تلامذته سي توفيق، وانت لي جان التنسيق تنفهموها من بعد ربي ذكرني فيها. شنو تحكيونا على البروجي خلينا نتعديو الجو الضحك واحد يجي خاطر لازم نشوقوا العباد باش تفرجوا باش نطولوا اكثر باش تمسات باهي اغزلي لو بروجي. انا نجم نقول من بلاصتي هنا اللي هو سي بروبابلومون ان دي برومي فري بروجي اللي يحكي لغه توانسه الكل سورتو لي جون، يعني لو ديالوج اللي يحكيوا به الممثلين ياسر يشبه لنا ياسر شبان، يمكن الجينيراسيون الكبيره تتقلق تقول لك اي مون جو تروف كو سي فولغير، مي زوز ولاد وحدهم قاعدين في القهوه راهو مش باش يقول له اخ راسي احمق وناولني القهوه امبوسيبل، يعني فهمت؟ لا وفيلم يتحمل مسؤوليته نعرف لا لا ميزا باغ سا، حتى في تفادليك مش نحكي على الكلام الزايد، نحكي على تفادليكم على اللغه على الكلام، يا اونيزونس في لي بيرسوناج اللي تقرب ياسر لي جون اي سي سكي تقرب للدنيا تقرب للدنيا للواقع. دونك اكزاكتومون سا اون اي تري، يعني الفيلم إلي كريديبل إلي تري كريديبل، وهذاك علاش تجد عليهم الناس، هو راهو ساغيست ان ديفيرتيسمون سينما، راك تمشي تو بارتاج اون اكسبيريونس مع اصحابك باش يتفرجوا في سالة، وانا مشينا للرياكسيون وشفناهم، مشينا عملنا عرض في القروان وجونا برشا من الليسي ومن سورتو من الليسي اللي هما ياسر جينيراسيون متشبع بالسيري سورتو لي سيري دوغور ولا لي جو فيديو دوغور وكل، دخلوا من الاول افيك لاتيتود نتاع كليباي هذا الفيلم اللي حكاونا عليه فيلم تونسي دورور تكركير، وانا نسمع في السالة يحكيو وهو عزيزي يقول فازا ولي يعملوا هكا، ومن بعد لو سيلونس توتال في الصاله دخلوا اي فوالا، هذاك اكثر حاجه كيما في بليزير على خاطر كي تدور تولي تلقى الناس يغياجيس على الفيلم، حتى كان يتكلموا ما يقلقونيش
فهمت. عندكم دقيقة بروموسيون للفيلم، كل واحد منكم يقول حاجة باش يجيب بيبليك. أنا نقول سي ان فيلم معناها سي لو بروميير فيلم دو جونغ، حاجة جديدة باش تشوفوها من ناحية الإخراج، ليماج، لو ديالوج، نوعية التمثيل. فيلم فيه بوكو دو سامباتي كيما قلت، فيه برشا دمار، مي فيه بوكو دو تونسيون، فيه بوكو دو سسبانس. فيلم يخليك معناها وبودا مومون نحن تفرجنا فيه برشا، مي فما لي 15 20 مينوت الأخرانيين كي نعاودهم أنا كهاني متفرج الفيلم عشت ومثلت فيه وكل لي 20 مينوت تقعد هكا أكروشي تتفرج، وهذا اللي تعدى معناها الانترناسيونال، مش حتى معناها مع التوانسة، العباد الكل عاشت نفس الحكاية. وسيسا سي تري امبورتون. ما هما قالوا كل شيء، دونك نقول لكم برا انت تقول اجيو تفرجوا فيلم، اجيو تفرجوا في فيلم وي فيه دو غران، فما بوتنسيال كبير. خليني بيسكو قالوا كل شيء، نقول اللي فما بليل سلطنيه، هدي ماجري، بحري رحالي، هاله عيد، والبنيه كاهنه المدب، اجيو اكتشفوا كل شيء جديد، ان فيلم دو جونغ، دو نوفو كوميديان. باش نبيع فيلمك دخل فلوس، لا اغزل لي، اجيو تفرجوا في فيلم، اكتشفوا حاجه اخرى، ونحيوا فكره اللي عندكم نمطيه على السينما التونسيه. راهو السينما تبدل، اوني اون تران دو فير نو بروف لبرا، وراني الفيلم هذا مشيت به مع مخرجين لبرا قريت عليهم لارس فانترير، ولا لارس فانترير تحكي لي على انا وياه اقوى فما في العالم هي لارس فانترير، غاسبار نوي، انا وياه فرد مسابقه رسميه في لاترانش فيستيفال وفي الفانتاستيك فيست. واو. ودونك جاو وتفرجوا وشافوا الفيلم وجاو دي فيليسيتاسيون. دونك سي ان فيلم اللي تحط في اكثر 10 افلام متخوف في اللي شاركوا في المهرجانات في امريكا، جيتي لو 6 ايام تحقيقات بيع مليح هكا يمشي. نو ميزا بار سا، رانا نجموا نعملوا سينما كيما اللي تشبه لهم هما، مش لازم فلوس. راه هذا سي ان اكزامبل تيب نتاع عبد كي يحب يخت لحتمتو الحلمتو شنو هو، لازم جوست يعمل على روحه، ينجم يكون مش فيلم، راه ينجم يكون بروجي نتاع. ما علاش في جي سي سي اور كومبيتيسيون؟ ما نعرفش علاش في جي سي سي اور كومبيتيسيون، مي اهم حاجه اللي هو تعدى في جي سي سي وكانت اون رياكسيون امبرسيونونت من بوبليك جي سي سي، اللي هي حاجه تقشعر الحم الساله شويه اللي تكسرت، راهي وقت اللي قاموا الناس في الاخر. فما حاجه زاد غريبه صارت، انا نغرد قبل ما تصوروا الفيلم ب 10 ايام في الاوتيل اللي صورتوا فيه ماتت روح. هاي اما قلت لهمش عليها، تخرجت لكم في الفيلم؟ لا انا في بالي في وسط التورناج، انا وفيت احنا وقت دخلنا انا من الاول، والله بالحق يا لطفي راهو البلاصه اللي صورنا فيها تعرف لغه كتفك تثقل، نعرفش انا نمن ياسر بالحكايه هذوما. ياسر ساعات تدخل البيت تحس فما شكون معاك، تحس فما امبيونس ماذا بك تخرج منها البيت. ودخلنا نصور وانا حاتم ناشي مدير التصوير، قلت له باش ندخل غادي، قال لي ما ندخلش، والله بالحق راهو يا اخي سافير. من بعد جينا قالنا الراجل غادي، قلنا راهو فما غاديك قا واحد شنق روحه تو جمعتين تيل. حاجه اخرى صارت، فما نحن حاطين برشا الحم نصوروا به، واليوم تغدوا جينا ما لقيناش الحم، كي سالنا قالوا الذيوب كليتو، معناها البقعه اللي نحن نصوروا فيها ذيوب كان فيها. بنت انت تستنى في الكاميراوات صباح راهو كلاو كذاب. لا لا ياكلوا الحم، ما هو ليه مش الحم هو لوح. لا هو ليه باهي باش ناق انت تبان كلي هاكر زين وعاقل، ولي بروجي نتاعك نتاع واحد مقربع تقربيعه خلاص، يعني هكا مظهرك ولوكك وكلامك رزين وكلاسيك على الاخر، انت على تطيح الاخضر بالحق. عديتوا مع بعضكم مده طويله في التورناج، نورمال تعرفوا بعضكم بالقدا واضح، بس باسمكم ان جو اسمه كويز، شكون منكم؟ السؤال الاولاني، شكون منكم كان صغير كان يغني في الشعبة؟ اكتب على التابلو، اكتب على التابلو ما تجاوبش. شكون منكم كان صغير كان يغني في الشعبة؟ سؤال خطير جدا. شكون؟ جبال يرفع اللوحة، ارفع لوحة، ارفع لوحة. ياسمين. ياسمين ياسمين وياسمين قالت عبد الحميد وعزيز. وري الكاميرا عبد الحميد، وريه الكاميرا غديكا، وريه الكاميرا ياسمين ياسمين. والله انا راني انت هايكا كاميرا، هايكا كاميرا مقابلتك. استنتجت من كلامك انت راه خطين ما نعرفوش. ياسمين كانت تغني في الشعبة. ياسمين فسر لنا الاتهام اذايا قبل ما كاريرك تطيح الكل في الماء. في الماء ساعة هي ما كانتش تغني في الشعبة مسكينة، فات أنا كي مسكينة هي هذيك اللي مشيت اللي مشيت باش تبعت لك. أنا قبل كنت نقرا في سوسة، معناها في ليكول دي سور هكا الباباسات وكل ما تخي. جيت لتونس عامل الكاتريم اني بريمير نتاعي، جاي مرة عملوا حفلة مش عملوا كي الكونكور في المكتب صغير، واختاروا صغار باش وين الوحيدة اللي اختاروني من المكتب نتاعي باش نغني.
في حاجه ما نعرفش شنو هي. انا لا هي دار الشعب صحيح هذيك نتاع رينا تو ما نعرفش انا لا شعب لا معني جمله مع السياسه والحاجه هذو ما كانش عندنا اي ما دونك مشيت وربحت درا شنو روحت الدار نحكي فيها البابا فرحانه قال لي راهو راهو تجمع وما عادش تمشي هو كاتيجوريك معناها قلت له اوكي شوف كان عجبتني انا كيفاش هكا مشيت وربحت وكل كل عام ولي لي ما خرجت صغيره انا شفت نخرج كل عام ولي وكيشارك ونمشي تغني في الشعب نمشي نغني في البلاصه هذيك باهي شكون منكم كان يتفرج في فيلم رعب ويبيت بحذاه سكينه يعمل عبد الحميد اجابه على اللوحه عايشك ما تخممش برشا نهز اللوحه عبد الحميد عزيز كتب عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد وعبد الحميد كتب عزيز والاجابه عزيز كان يبيت بحذاه سكينه عبد الحميد والله وقتاش هذه الحكايه والله ذكروني بها والله العظيم والله يا عبد الحميد انا سي عزيز انا نعرفك ونعرف بوك ونعرف مماتك الله يرحمها ونعرف ونعرف العائله الكل دونك تنجمش تقول لي شكون قال لك الحكايه هذه انت علاش ما قلت الناس الحكايه هذه مش سكينه مش سكينه تعرف شنو صار منهم مره اخويا الكبير انا اخويا الكبير انا كان جد شويه راهو بسيكوبات تو راهو يحكيوا عليا نحن ديجا فهمت انا وخويا الصغير صغار معناها مش تاع فيلم دورور وكل سكر عني بيت قلب شو اوريكم فيلم حلو ياسر من اللقطه الاولى ما نذكروش حتى الفيلم تخبيش وبوني تخيط انا وخويا صغير معناها نضربوا في بعضنا مش فاهمين علاش الموت فجانا عملنا حاجه جدد كنضربوا في بعضنا وتخبيش تخلي القناه مدمدمين فهمت هكا هو يمكن هذيك ينفست سكينه بعد حط بحذاه سكينه حط بحذاه سكينه مالك خالد باش يجيني بيرسوناج باش نقتلوا هذاك اللي خوفنا نحكيوا عليك انت مش على اخوك اي بحذانا ما وين اخويا صغير كان بحذايا معناها كان هكا موضوع في بالهم به دونك شكون منكم صارف برشا فلوس على ماتريال المسجد وهو سيد كعبه لا يا هذا دوسي عندي دوسيات خي اكتب على اللوحه يرحم والديك خلي تقعد التاريخ انا لا نكتب اكتب يرحم والديك عبد الحميد فشل ذريع عبد الحميد انا يا لطفي راهو فشل ذريع والله عندي عوين نصطاد بالليل العظيم شيء وما زلتش صحيح تصطاد ونمشي ونعملهم كلهم احكي لي احكي لي احكي لك شنو هو الكونسيبت على تصطاد ما هو ترمي استنار تستنى تجي شحوته عبد الحميد شايف فاتو الكونسيبت بشوي يمشي لها الحوته واقفين خويا رافي داخل البحر ويطيش وعاود داخل البحر قلت له راهو فاهم الكونسيبت بالغال واش تمشي لها معناها تقرب لك راه تنجم تشدها هكاك بيدك شكون منكم كان صغير كان يغني ويشطح وهو راقد هذه عاد اكثر من بسيكوبات هذه تدخل في الملاد مونتال انا نعرف شكون فما التوا مازال يغني ويشطح وهو راقد راهو معناها حتى الطبيب يقول لك هز عليا ما نجمش نداوي عبدك شكون عزيز وياسمين ياسمين الإجابة صحيحة ياسمين كانت تغني وهي على الفازة ذي ما هو بش يخطبك حتى حد روا كيفاش تغني وتشتح وانتي رقدة؟ والله هو أخويا اللي قال لي خاطر أبارامون كي كنت صغيرة كنت ساعة مغرومة ياسر بريم بندالي مشاي متاع هبيل معناتها نبدأ رقدة كل شيء هو راقد اما الصوت واللي دين انت نغني ونعرف الكوريغرافي بداية وكل شيء دونك حاجه مريعه ما زلت تو عندها صفا ميو تو ولا والله ما نعرفش ولا زدتهم مستمتعين وعندها فصل الفلسه تنزل على فلسه تحكي معك تقول لك اسمع فلسه تنزل عليها وفي الموضوع بالحق ما زلت نحكي معها في موضوع والله بريود دشره قول اسمعني راه خاطر السيكونس تقول بي طاف جي ممدوده والله تنزل على فلسه اللي تحب ترقد بالكوموند عندها فلسه تنزل عليها ترقد كيما وقت اللي تحب نو نو با دوتو بالعكس انا انسومنياك اما بالحق وقت دشره نتعب من تعبنا برشا انسومنياك ما يهزك النوم هذه برا هو عزيز حكايته يا سمياك شكون منكم كي كان صغير كلات ريحه في جره غنيت بوس الواوا بوس الواوا زيب الواوا سوس الواوا اح واحد برد الجنراسيون تاعو هذا عزيز عزيز وانت شكون قلت نارش ما نذكريش والله فريمون والله هي مش على بوس الواوا برشا اما هي داخله فيها بوس الواوا
ذكر وقتها البريود اللي تنرجع ونقراو كلي تبدا لو 12 سبتمبر كي تبدا الدار اي لازمك تستانس بالريتم عرفت الفازه هذيك لازمك تستانس بالريتم ترقد بكري باش كي تجي رونتري تبدا حاضر للريتم تاع الكومين بك سهرين انا وخويا حاطين روتانا وبوسلو والجو الفازي تدخل امي تدخل امي حستني ما نعرفش انا هي المشكله في بوسلو والمشكله ان احنا سهرين ما وضحت ليش طاق طول كفو ما ضربتليش ما ضربتش خويا صغير اللي هو سبوزي يرقد قبلي خلهم يتفرجوا في حاجه اخرى جيت بالنوم طاق ضربتني وتعديتك تخيلك تحب تخيلك تحب تبوس الواوا هو انا وقتها في تنبك نحب نبوس الواوا في تنبك نحب نبوس الواوا باي شكون فيكم باس الواوا هو صغير سادفون انت والواوا عبد الحميد بوك يتفرج عيتك تفرج بوست الواوا هاي بوست الواوا انت لطفي بوست سمعني انا بوست انا تسال فيا انا بوست الواوا احن يمشي شي بوشنيق يكلمك يا ولدي على راسي انت بوست الواوا وانا في باليش ماني وليدك ماني وليدك تخيل بوس الواوا ولد بوشناقي بوس الواوا يا ودي وقتي بوس الواوا بابا غني لي انا في في سي فهمتك فهمتك سي شكون منكم كان بطل ولا بطل تونس في الجيمناستيك بطل ولا بطل تونس في الجيمناستيك جمباز عبد الحميد عبد الحميد انا انت بالبدن هذا كنت لا سمعني شنو الفرق ما بين جيمناستيك والجمباز عاد كالباز هو الجم مشي على روحه انا كنت كي كنت صغير كنت في ليكيب ناسيونال وترينيت وقتها مع وجدي بوعليق اللي كنت تتشقلب وتمقلب كنت حتك شي للباك ومن بعد في الباك اكتشفت ساندويتش مقلوب وقت فين هذيك في الموضوع في الموضوع فات الجيمناستيك وتعديت للمقلوب وللأكلة عبد الحميد شنية مشروعك جاي فما فيلم جاي فما بروجي جاي فما مسلسل إن شاء الله في رمضان وفما مشروع جديد بروبابل ما باش نمشي في الكوميديا مرة هذه فيلم سابيتخ فيلم كوميك بجرب حاجة أخرى صعيب برشا الكوميك وي حتى اللغوغ صعيب كل شيء صعيب باش تعمل فيلم باهي صعيب الاولاد باش نخلي لكم كلمه الختام ميرسي على الانفيتاسيون لطفي ميرسي ا توت ليكيب فرحانين برشا اللي المعنى لو مومون جي اللي لعبت تتفرج في دشره في سالات نستنى فيه بدقيقه ودرج ما تو عنا عام بالضبط ملي صورنا الفيلم ونحنا نستناو بدقيقه ودرج وقتاش يخرج للسالات 23 جانفي يخرج العباد باش تتفرج ونستناو بالحق في الفيدباك ولا رياكسيون من عند الجمهور خاطر حاجه تفرحنا ياسر خاطر الحلمه اللي حلمناها الكل مع بعضنا بشوي بشوي قاعده تحقق قاعد نشوفوا فيها قدام عينينا اساسي بيان حاجه تفرح ياسر ياسمين ميرسي ساعه لي على الاستضافه بنت البرنامج وليت ماشي جايه انت وعم بالضبط في بالك يظل لي من انا فاهم زيد فوالا مشيو تفرجوا في الفيلم هزوا صحابكم ومشيو تفرجوا كهو ساعة أولا ميرسي اللي عطيتنا الفرصة باش نقدموا الفيلم وعطيتني الفرصة أنا باش نسمع صوتي للناس ساعة هذيك أهم حاجة فهمتني حب ننصح الناس تمشي تتفرج وتمشي تكتشف سينما أخرى وموجود في القاعات هو في وفي الجهات باش نمشيو يكونوا موجودين حتى البلايص ما فيهمش سينماوات باش نمشيو لهم وباش نحاولوا نوريو الفيلم الماكسيموم تاع عباد يعطيكم الصحة ميرسي تري بون فيلم لو 23 جونفي رجعنا مع عبدالله وتوا باش نستقبلوا ضيفتنا بطريقة كباري باند إذن أصحاب السعادة والمعالي نستقبل وياكم بكل عزة رائدة أولى لفن من أرقى الفنون وأسماءها هي الرعاية الرسمية للتعبير الجسماني والرقص في تونس إلينا وإليكم سلطانة الكوليغرافيا معالي الإكسلانسايا نوال الإسكندراني
بربي لو بوبليك خليكم مركزين معايا. اليوم نحب نطلب منكم تحية سبيسيال خاصة لنوال اسكندراني، خاطر باش نقول لكم عليها شكوني باش تعرفوها. تحية خاصة لنوال اسكندراني اللي ها باش تعرفوا علاش، ها باش نقول لكم علاش. نوال اسكندراني أول إنسانة خلقت البالي ناسيونال وعملت الدونس بروفيسيونيل في العالم العربي. نوال اسكندراني أول تونسية أتقنت لدونس كلاسيك في روسيا وجات كونت البالي ناسيونال وكونت أن جروب دو دونسور انترناسيونال بروفيسيونيل أون أفريك وفي تونس. سي لا بروميير بروف دو دونس كلاسيك بالحق، كانوا برشا لكن هي عملت دونس بروفيسيونيل والتوا قاعدة تدافع عليها برمي لي رار بروفيسور في العالم، لي رار كوريغراف. نوال اسكندراني أثرت برشا في الدونس في العالم العربي في الأفريك، سيتي أن دي زيكزومبل، وأثرت برشا في المسرح التونسي لأنها pour un grand grand moment زاد خدمة مع فاضل الجعايبي، كان تحضر له لي كوريغرافي نتاع لي بريس نتاعو، تحضر له لي كوميديان نتاعو. دونك نحب نقول لك تحية خاصة. وباش نزيد حاجة أخرى، أنا برشا ما يعرفوهاش، مون بروميير بروفيسور دو دونس كلاسيك اي دو لا دونس بروفيسيونيل، أول إنسان خدمت معاه بروفيسيونيلمون في البالي ناسيونال، أنا كنت من تلامذة نوال اسكندراني. تعبتها برشا نوال، ميرسي بوكو على اللي تعمل فيه وعلى اللي عملته، ميرسي اوسي عليك انك قعدت تحارب في بلاد اللي الدونس صعيبه فيها برشا ومش مقبوله لحد اليوم. ميرسي دابور لو تويست ان بليزير، معناتها نشوفوا بعضنا بعد فترة طويلة. هو أول مرة جاني قال لي نحب نكون دانسور صغير. أنا وقتها صغير قاعد في بطحة حلفاوين نتذكر، وتستناني تحت الشمس في أوت شهر أوت، قال لي جو فو اتر دانسور. قول فيها بالسيف، كلمة بالفرنسية تعلمتها وقتها نقول فيها بالسيف. اي بطبيعة انا ما جي اون باسيون، معناتها ما عندي كان حاجة في حياتي هو الرقص. دونك ولو عرفت برشا صعوبات معناتها كونت اون ايم اون ايم سي تو، فماش حل اخر. أي. كنت تزيد تقدم. لكن الفن هذايا متاكل ومذموم كما نقولوا نحن، الفن هذايا في تونس فن التو بالرغم تونس تطورت وفان وبلعت وقابلاست وعمل معناها التوانسه اثبتوا اللي هما في العالم الكل، باسكو زاد من البالي ناسيونال خرجوا بوكو دوتر كوريغراف دي غران دانسور، ناس توا في العالم الكل موجودين بقيمتهم، لكن التو مش بقدروا في تونس الفن هذا. هو نجم نقول السيتواسيون توا خير برشا من كانت قبل، لكن مازال ثم برشا خدمه، مازال ما عنديش ستاتيو مثلا، ولو كلمه الرقص وكوريغرافي دخلت في حتى في الوزاره، على خاطر قبل الوزاره نذكر يقولوا لي كوريغرافي مش موجوده، ماهيش كلمه عربيه دايما، مش كلمه عربيه. الدانس خلينا نفهموا العباد، مهنه ولا حكايه فارغه واحد يشطح ويضيع في وقته؟ لا الدانس مهنه كيما المسرح كيما السينما كيما الموسيقى. باش تكون راقص معناتها مهنة. نوال شنية مكانة تونس في الرقص؟ نحكي نيفو انترناسيونال اي بروفيسيونيل، مش نحكي على اماتوريزم، خاطر لي جون كونفوند انورميمون اماتور وناس تشطح في تلفزه في ايميسيون ولا ورا مغني و دي فري دانسور افيك اون فري فورماسيون دو دانس دو باز كلاسيك ولا كونتومبورين ولا مودرن. Les gens confondent énormément. احنا نحكيو على الفن الكوريغرافي اللي هو نعملوه في المسرح. دونك احنا قراب للمسرح. سي بتيت سا الفرق، معناتها اللي الناس ماهمش فاهمين. وثما زاد ساعات اون كونفيزيون ما بين النشاط، معناتها نشاط نعملوا في جو، نعملوا في جو، وتنجم تجي تعمل جو في حتى في ايميسيون في حصة. والخدمه اللي نعملوه في المسرح اللي هو سي اوتر شوز، معناتها على خاطر في بالي ولا في اي حاجه ثم حكايه ثم دي بيرسوناج وعندنا الاضاءه وعندنا معناتها سي تو سبيكتاكل سي تو سبيكتاكل ونعملوا في الفن. نحن او ميم تون جبناك على سبيكتاكل، لكن قبل ما نتعداو السبيكتاكل الجديد نتاعك باش تحكي لنا عليه، نحب نوضح معلومه لبرشا عباد، خاطر برشا عباد انا الكونفوند زاد يدخلوها بعضها، ياك يحبوا يقولوا لي انت يا كنت تعمل دونس، انت عمل دونس مع سيان بالخوجه،
يقولوا لي ولا يا ولد سيام بالخوجة. نحب نقول لهم انا عمري ما عملت دانس مع سيام بالخوجة. كان فما مي فري بروفيسور هما بديت مع سمير محفوظ من بعد مع الماري سلامي كي ان فري بروفيسور وتعرفش معناها دانس. بعد مون فري فري بروفيسور بروفيسيونيل هو انتي هذيا المراه هذيا. وبعد خدمت بوكو 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 مع عماد جمعة. جي ترافي افيك دوتر كوريغراف مي جي جامي ترافي افيك سيام بالخوجة. سيام بالخوجة بيدا نتذكر كان تجي تاخذ في ديكور عندك انتي بعد ساعات بعد ساعات جيت ترينا هكا نصيف ساعه عندك وترو. هذا اللي نعرفه على سيام بالخوجه ما احترامنا له. به سبيكتاكل نتاعك شنو هو سبيكتاكل نتاعك نوى؟ سبيكتاكل اسمه ري اكزيستانس. جاي من ريزيستانس و اكزيستانس معناتها مقاومه و سميته بالعربي حي على الحياه. يحكي سي ان ابل على في معناها سي ان ابل على في. كنت نجم نقول قوم على الحياة اخترنا حي على الحياة. وهو يحكي على الشباب لي جون دانسور على خاطر فديت شوية من الشيء اللي نشوفوه في الميديا خاصة في أوروبا. وقت اللي يحكيوا على تونس ولا على المنطقة العربية يحكيوا كان على اللي يحرق اللي يمشي لداعش اللي يقتل روحه البطال معناتها ما يحكيو كان في النيجاتيف وما يحكيوش على الناس اللي قاعدوا في بلادهم ويحبوا يغيروا ويبدلوا مستقبل بلادهم. دونك نحكي على لا بروفيسيون دو دانسور جوستمون. نحكي على لي جون دانسور اللي يحبوا يبدلوا المستقبل نتاعهم ومستقبل اولادهم. دونك سي ان اوماج على في. C'est un hommage à la danse. Comme d'habitude, j'ai bien sûr ça me raxe dans le cœur, l'art. Bah oui. Mais moi, je suis de plus en plus dans une forme multidisciplinaire. C'est un art متكامل, فرجوي. Donc ça m'a musique مباشره, le فنان التونسي عايش في بلجيكا جوهر باستي. Bien sûr. Ça parle beaucoup aux jeunes, à la خاطر جوهر وحده بالجيتار نتاعو. D'accord. Où il a composé pour le spectacle. وثم زاد الفيديو والمابينج من الفنان الايطالي اللي انت تعرفه سيرجيو غازو اللي هو ثم اكثر من 20 سنه يخدم معايا. دونك سي اون ميم تان ان سبيكتاكل تري بو. وثم زاد كلام وشويه مسرح على خاطر الراقصين يتكلموا. لا دونس لا سين تقبل هذا الكل. لا سين سي فوالا سي فريمون معناتها سيت ان سبيكتاكل كونتمبورين مودرن تري ماجيك. خلينا نشوفوا لا برومو نوال ومن بعد نرجعوا نحكيوا شويه. وثما السيرك زاده. فما السيرك ولا ماني ماشي ماني مروحه من الناس اللي حلوه ولا ماني ماشي واللي بخور هواه سريع حلوه de danseurs, beaucoup de choses à la fois. Quand est-ce que tu as fait le casting ou c'est des danseurs que tu as formés ou j'ai fait ton... J'ai fait le casting en septembre 2016. J'ai fait une résidence de la Jumrat à Hammamet. J'ai choisi une partie des danseurs. Après, j'ai fait une formation avec eux en janvier, juin 2017. Donc, 7 jours. J'ai fait un an, je peux dire. وبعد جي ديسيدي دو كاستينغ فينال خاطر كنت فاكر فيه. خليت عباد فورميتهم بعد ذوكم بيدهم اخترت الباهيين. ثم هما معناتها سي ميلونجي، ثم اللي كيتي ديجا فورمي، ثم لي وثم معناتها كيتي با دون مون ستيل، معناتها خذيت وقتي على خاطر حبيت على خاطر نحكي في حكايتهم أول حاجة، دونك حبيت نختار زادة دي بيرسوناليتي، كنت نفركس في أرواح. في فوالا دي جون تري تري ديفيرون هما ان فيت هما سبعه سيتي ميلونجي داكور. نوال لو سبيكتاكل هذا للناس الكل ولا اليتيست؟ با دو تو اليتيست. سبيكتاكل هذا للاولاد الكبار اللي يحب الرقص ويعرف الرقص واللي ما يحبش الرقص واللي ما يعرف حتى شيء في الرقص. العرض هذا قدمناه توا 11 مره dans des scènes très différentes. من ايام قرطاج الكوريغرافيه ولا ايام قرطاج المسرحيه ولا مهرجان حمامات
الى الجهات، على خاطر مشينا نهار لحد اللي فات كنا في جريسه في ولايه الكاف، قدمنا في دقاش تربشني نمشيو لدوز في الجهات ولا تلعب، خاطر برشا توانسه يقول لك لي كوريغراف كي بداو يحكيو يقول لك نحن توا عاملين سبيكتاكل بالدانس باش نحاربوا به درشنوه باش نحاربوا به، معناها هذا يقول لك كلام نتاع ديزي نتاع اليت، كلام نتاع درشنوه يقول لك نحاربوا الظلاميه ونحاربوا داعش ونحاربوا الحكومه ونحاربوا النهضه ونحاربوا غيره بالدوس. انا من حرب حتى حتى نقول اللي تنجم تحكي على حاجة، حتى لو سبيكتاكل تري بروفون، معناتها على خاطر نحكي فريمون على شنو اللي شنو الأمل نتاع الشباب اليوم، لكن بالخفة بالفيانة ومش بالغسرة ومش بالكوبي. يفو يمي لو بيبليك. تمنع سبيكتاكل هذا مرة؟ لا، في فلسطين حبيتوا تلعبوا في فلسطين؟ لا هو ما خديناش، ما خلوكمش اي اول مره ما خديناش لي فيزا. كل مره تشعبيت، انا مشيت برشا مرات في فلسطين، مشيت 6 مرات ديجا، كل مره نتعداو على الحدود مع الاردن، مع سيتان فواياج كومبليكي. هذيك اول مره، اما توا باش نعاودوا الفلسطينيين باش يعاودوا يطلبوا لي فيزا، وني بروغرامي الاختتام مهرجان الرقص المعاصر في رام الله لو 11 افريل 2019. دونك ان شاء الله المره هذه ناخذوا لي فيزا. ميرسي نوال، خطوه عزيزه شرفتني، جو سوي توجور اونوري، معناها اللي انا عرفتك ومازلت انت كوريغراف وفات الحصه معاك. كان تحب تعطينا لي دات وقتاش العباد باش يجيو يتفرجوا فيك؟ دونك نهار الجمعة ونهار السبت 25 و 26 ساعة 7، ونهار الأحد 27 ساعة 5 في قاعة الغيو في العاصمة في سنتر فيل. إيجيو سورتو الشباب، سي ان سبيكتاكل بور لي جون اي بار لي جون، ليكم توما. وزاد قبل ما نسكروا معاكم البرنامج، خاطر ان شاء الله الجمعه الجايه نرجعوا مع عبد اللي شو تايم. شفتوا في عبد اللي شو تايم نحاولوا ننوعوا، مش كان الغناء ومش كان تربو جو الضحك، زاد نحاولوا نعطيوا انكود مال جماعه السينما، نحاولوا نكونوا موجودين معنا ناس حطوا بصمتهم في الرقص في الكوريغرافي في التياتر. زاد تحبوا قاعد تفرجوا تحبوا تفردوا، لكن ما تنساوش تبعثوا اس ام اس فيها حرف ا على 85899 وتربح كهرباء معنا ونداي تخرج من هنا بيد الكهرباء. الكهرباء تري تري بيانتو باش تخرج. ميرسي نوال، ميرسي تو الموند، ميرسي لو بوبليك، ميرسي انا زياده، وميرسي اللي تفرجوا فينا في دارك. نحبكم يا زين يا زين يا زين يا زين.